وبنهاية صباحنا لليوم رح نروح للفن التشكيلي للإبداع للجمال والإحساس بالمزيك، وآخر شيء وقت اللي بتكون الفنانة هي سورية قادرة أن تعبر عن كل التحف السورية بنظرة إبداعية، وقت بتكون الضيفة باحثة بالتراث السوري فهي قادرة أن تشكل مجموعة جدا جميلة من الحرف. اليوم ضيفتنا هيك إلى بصمة خاصة بعالم الحرف الإبداعية السورية، بالإضافة أنه هي مهتمة بالتراث السوري. رح نروح مع ضمن رحلتها، حنشوف بداياتها كيف قدرت تكون حدا مؤثر بالحياة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وضمن الحرف السورية. وضيفتنا لليوم هي السيدة نجوى الشريف، وحضرتها فنانة تشكيلية وحرفية فسيفساء وزجاجة. سعد صباحك ست نجوى. صباحكم خير. صباح سوريا. الحمد لله، صباح المطر والخير والعطاء. آمين على الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بالبداية نحكي عن مشروعك وحلمك الفني، وكان لك هدف بإحياء التراث السوري ومحاكاته عبر أعمالك الفنية. خلينا نحكي هيك البدايات التجربة لك. هلا البداية كانت يعني قديمة، دائما بحكيها بكل مقابلاتي وكل حدا بيسألني إنه كيف أنت يعني وصلتي لهون. البداية كانت عن كسرة أنا ببيتي بعزي، ورجعت رممتها لأني بحبها كتير بطريقة إنه جبت فخارة ولزقت عليها القطعة هاي بطريقة عفوية جدا، ضفت إلى مرايا، ضفت إلى يعني طلعت شكل تاني حافظت فيه عليه واحتفظت فيها. من هون كله اللي حلوة هي الفسيفساء اللي عملتيها، بلشت هون أبحث بقى عن الفسيفساء وتاريخه، ويعني بلشت اهتم فيه اهتمام انه قطعه هي لازم اطور عليها واشتغل عليها. وشاركت بعدين بعد فتره يعني هي دائما انا بشارك، كنت بالمعارض، معارض دمشق الدولي قبل ما اشتغل اي شيء، كل مناسبه بشارك بعمل قطعه من اللي عم بشتغلها انا. وانضميت لاتحاد نقابه الحرفيين ومشيت بهالمعارض، وين في معارض نكون فيها مشكورين كانوا دائما يدعونا، حتى عملنا دوره مع اليونسكو والهلال الاحمر، هي كانت بالفسيفساء كمان الزجاجي بالرسم على الزجاج، كانت متنوعه يعني بشكل انه زادت خبراتنا اكثر. هون بلش اهتمامي يروح على التراث، تراثنا غني جدا وفي مجال كتير لأنك أنت تفكري كيف تعملي هالقطعة هي ما تكون هي تقليدية. وحبيت إنه ليش ما ننقله هذا التراث لهالأجيال الجديدة اللي هي ما بتعرفه. صحيح. صار لنا دورات بحاضنة الدمار كمان لسيدات، فهون بلشت اختار نماذج تراثية بتعبر عن هالشي، من زخارف نباتية، من خيط عربي، من الخطوط الهندسية القديمة اللي هي يعني بلش فيها كل بتلاقي النماذج عنا اللي بتطلعي بالبلد كلها القديمة كانت هي عبارة عن هالأشكال هي. وتاريخنا غني كتير. فقد ما اليوم تعبتي بموضوع البحث لحتى تصلي للشيء اللي انت حاببتي بموضوع، ان كان بموضوع الفن التشكيلي او الزجاج او الفسيفساء، يعني اليوم التاريخ بحر وبحاجه الى تدقيق، يعني مو كل شيء بنقراه هو صح بالنهايه، فاليوم انت بحاجه لتوثيق لهي المعلومه. اليوم هذا الفن الجميل بعد ما خلينا نقول مشروع جميل ونضج عند حضرتك، رحتي للشق التدريبي مثل ما ذكرتي بحاضن الدمر، يعني اليوم حاضن الدمر يعني صارت اسم معروف بسوريا، تحياتنا من خلالك لكل الحرفيين المتواجدين ضمن الحاضنه. كيف اهتميتي بالمتدربين؟ هل كان في متابعه فيما بعد؟ هل كان في شغل يعني مثل ما بيقولوا على ارض الواقع او بس نظري؟ لا اكيد كان في متابعه. اول شيء اهتمامك انت باي شيء بيبقى البحث فيه عنه واسع، يعني بتبلشي اول شيء انت اول قطعه، ثاني قطعه، بتلاقي بتدوري. هلا صار النت مفتوح للجميع، يعني في اشياء انت بتبحثي عنها بالنت، في اشياء من بتروحي على الاماكن نفسها. ذاكرتنا البصريه غنيه جدا، يعني كل اذا بتروحي لكل شيء بالبلد قديم بتلاقي هالزخارف هالمنمنمات فانت ذاكرتك غنيه، ولما بتبحثي عن شيء بتلاقي فيه جميل وفي شيء ممكن هذا في شيء حديث نفس الوقت. هون فكرت انه كيف انا هذا النقله هي النوعيه اللي بدي انا ادخل هالاشياء بطريقه الناس تتقبلها.
ولما بلشنا دورات بالعكس الصبايا جدا ابدعوا، كان كل حدا عنده كمان شيء اضاف، صار في مشاركه، صار في انه كل حدا بده يعطي شيء من عنده، منافسه، المنافسه دائما جميله بالفن. بتخلق وتبقى في محبه فبتخلق، صرنا نتعاون كلياتنا لنطلع احلى قطعه. عم نشوف والخبره هي دائما بتكون انك انت بتساعديهم، تعطيهم معلومات اللي عندك، فهن بيستمتعوا، بيحسوا حالهم انجزوا واعطوا شيء. يعني حتى اطفال دربت، اذا بدك الاطفال كمان هن جزء من المجتمع، حتى يمكن اضافوا لك بعض الشيء، يعني افكار جدا 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 بيعطوكي طاقه انه انت بتشوفي عملك اللي انت يعني بتحبيه عم يعجب فيه الاطفال، هي شغله كثير منيحه. وهو زجاج يعني عم شوف بعض ال ما خافوا لك، يعني ما خافوا يشتغلوا فيه حتى الزجاج. والله هي يعني تجربه حلوه، يعني بتحسي رائعه كانت. المفروض الانسان يخوض كل التجارب حتى لو فشل. اليوم انا اذا ما زبطت معي كسرت خلص، مهم انا جربت يعني. تماما. عم شوف بعض الصور ست نجوى لحضرتك، لاعمالك، لورشاتك التدريبيه، وشيء عن جد جدا جميل ومختلف يعني. تماما. انا كوني فنانه كمان هذا بيساعد، انه انت لما تختاري الالوان تختاري الانسجام، التوازن، الكتلة اللي هي انت بدك تحطيها بمكانها ضمن اللوحة اللي مثلا او ضمن اي تكوين انت عم تشتغلي فيه، هالتوازن هذا بيخلق شيء جمالي. الشيء الفن هو يعني كيف بدي اقول لك، خبرات على الوقت على الزمن. يعني انا من زمان بحب التصميم، ما درست لك الجرافيك لكن عندي اني اقدر اركب امور مع بعضها. فالهوايه هي يعني ما فيك طبعا تدرسي كل شيء، يعني بدك توجهي وتتخصصي بشيء معين. رغم ما عملت دورات، يعني اشتغلت على حالي الستريتر، دورات فوتوشوب، كل شيء بيخطر ببالك. بتحبي التطوير حضرتك، يعني ما وقفتي عند مكان معين، ضليتك عم تطوري وتواكبي بكل المجالات لحتى توصلي، ومثل ما ذكرتي انه حتى وصلتي لعالم الاطفال، يعني هذا العالم مميز وصعب شوي ببعض الاحيان. خلينا نحكي اليوم هذا العمل قديش عم ياخذ منك وقت وجهد كثير كبير عن حياتك الشخصيه، وايضا تنظيم المعارض اليوم المشاركه فيه اكيد هذا له حصه كبيره. خلينا نحكي عن تنظيم المعارض، قديش بياخذ معك وقت؟ هلا اكيد كل عمل بدك تعطيه حقه حتى يطلع عمل يعني ومنتج جيد بالنهايه. الوقت حسب كل قطعه، كل قطعه بدها شغل بتختلف عن القطعه الثانيه. تنظيم الامر هو دائما ترتيب الامور. هلا الزجاج مثلا بقطعه انا، بنظمه، بحط الوانه بطريقه انه بحتاجه يكون موجود. تماما. غير هيك انت لما هالشيء هذا انت عم تقولي انه الشخص بيطور حاله، كل مره بشوف شيء جديد، بسمع شيء جديد، بروح بتعلمه، بتصير دوره جديده. يعني على سبيل المثال انا عملت طوحات وعملت طاولات، عملت هلا من جديد مثلا عملت دوره كمان باللمبديرات عند بحضن الدمر عند الاستاذ كمان عدنان تمبكجي، بوجه له تحيه. من خلالها صرت انه دخل الاناره للفسيفساء. حلو. يعني شوي شوي انت عم تضيفي، هي مثل السي في تبعك، كل فتره بتضيفي له شغله، هون العمل تبعك. وهالشيء هذا عم بسه بالسيدات اللي معي، يعني مثلا شو بينقصهم فردا بالالوان، تركيب الالوان، البودرايات، هي هذا الشيء كمان بعطيهم هالمعلومات، فهن بيستمتعوا لما هن بدهم يبدعوا شيء او يخلقوا شيء ثاني مغاير مثلا للفسيفساء، فهن بيلاقوا طريقهم، بيعرفوا انه انا بكون هون مثلا او بكون هون، فهذا الشيء عم يعطيهم كمان دفع. هلا بالنسبه للمنزل اكيد دائما، والبيت دائما الحمد لله الزوج يعني داعم، هي اهم شغله لمساتك انت بكل البيت. اكيد انا من زمان قبل ما افوت حتى هالمجال يعني كنت اشتغل اول للبيت وبعدين طورت القصه، طورت ببلش بقى كمان الشغف عندك، كل ما بيطلع يفوتوا يقولوا لي يا عمي بيت فنانه. طيب يعني اي سيده اذا ما كانت يعني كل شيء بتحبه وبتساويه هي ومستمتعه وقادره انها تنطلق فيه، حيضل معلوماتها وخبرتها وهي يعني ناقصه وما لها مبسوطه. فالشيء اللي بحبه انا كمان اقوله هلا وبوجهه دائما لانه السيده عندك امكانيات كبيره، ما تستهيني بحالك، احيانا قطع شغله صغيره
ممكن قادره تعملي فيها شيء. قادر حضرتك عم تعطي دعم معنوي مو بس عم بتدربي على هي الدورات، وذكرتي البيئه الداعمه فعلا كثير مهمه، لكن في سيدات يمكن ما عم بيكون بمحيطهم بيئه داعمه، لما حضرتك عم تعطيهم هذا الشيء هي الطاقه اكيد ممكن ما يتراجعوا، ممكن يمشوا لقدام بطريقه افضل. يعني تمام، هو هذا الشيء اللي عم يخليني انه انا استمتع كمان اكثر، اني انا عم بقدر اترك بصمه عند السيدات وبصمه بشغلي، بصمه هذا بيعطيك انت دافع. يعني هي كيف بدي اقول لك، مثل فعل ورد فعل دائما. انت عم تعطيهم هن عم يعطوكي اكثر اكيد، الشيء اللي عم تشوفيه منه نتاج عملك عم يعكس على بتحسي انه عملك ما راح هيك، يعني عطائك ما راح هيك، الفائده لما هن عم يروحوا يبيعوا منتجاتهم وعم يستفيدوا برا. هلا نحن عم نعمل بالمراكز الثقافيه، والمراكز الثقافيه هي الدعم الاكبر لانها مجانيه، فانا من خلال عم بنطلق عملنا معرض من فتره ببرزه، وكان هو عنوانه المراكز الثقافيه في دعم المراه، المشروع الصغير انموذجا. فالسيدة لما هي عم تعمل شغل وتعمل يعني تقدمه بالمعارض وتستفيد منه بالأخير عم تقدر تبيع، يعني فهي عم يعني تتطور. حكي مشروع كل سيدة بالنهاية، مشروع وباب رزق بالنهاية لكل سيدة. حكيت يعني عملنا ندوة كمان، مشكورة السيدة لبنى حداد مديرة المركز، عملت ندوة لتحكي هالسيدات ويعبروا عن شغلهم كيف بلشوا، فكان في يعني طاقة هائلة. شوفيهم كلهم كيف كانوا مبسوطين، صعوبات وقدروا يتجاوزوها. يعني صعوبات أكيد، ما في حدا من يعني من لأنه من لا شيء انطلقوا، كل واحدة حكت عن تجربتها. وأنا هدول بالذات يعني بدور عليهم، يلي لأنه بحب أدعم الأشخاص اللي هن ما في حدا يساعدهم. أكيد. طب ست نجوى، هيك اليوم وختام لقائنا لليوم، دائما حضرتك اسمك موجود ضمن معارض كثير، عم نشوفك ببازارات كثير، وعملك على السوشيال ميديا، شو حضرتي لنا شيء جديد، ان كان على المستوى الشخصي بالعمل او كان على مستوى المعارض، هل هيك في شيء؟ هلا مثل ما قلت لك قبل شوي حكينا عن اني انا تطورت بالفسيفساء، حابه افوت بمجال هلا الفسيفساء نفسه، انه خليه للاناره، ادخل الاناره فيه بطريقه حلوه، هو الزجاج جميل بالاناره. فهذا الشيء اللي هلا عم بشتغل عليه، رغم انه يعني هذا العمل متعب صعب، لانه انت كل قطعه عم تحطيها قطعه صغيره صغيره بدها وقت وبدها جهد وبدها صبر، لكن الشيء اللي النتيجه بعدين بتنسيكي تعبك. هذا على صعيد اني طورت بمهنتي ومستمتعه فيها، ممكن اوصل لشيء ثاني اعلى ما بنعرف ان شاء الله. وانا بالدورات بدعي كل السيدات دائما انتم شوفي عندكم اشياء بالبيت بدون ما انتم تتعبوا حالكم، بدون ما انه تطلعوا لبرا وتهكلوا هم، بلشوا من البيت، شوفوا شو في عندكم شيء ممكن تطوروا، ودوروا دائما على المعلومه، على اي شيء بيزيد ثقافتكم انتم حتوصلوا اللي بدكم اياه، وما تخافوا. يعني الحمد لله انه بلدنا مفتوح للدورات، المراكز وعندنا طاقات كثير حلوه اليوم ست نجوى، يعني بحاجه دائما للدعم من قبلكم. يعني كثير حلو اليوم الشيء اللي عم تشتغلوا بحاضنه الدمار، يعني نحن دائما متابعين في دورات هلا بحاضنه الدمار بشكل دائم، يعني اللي راغبات هي دعوه، لانه دائما حدا حابب يتعلم شيء ان شاء الله يتواصل مع حاضنة الدمار، اكيد ان شاء الله نحن بنفيده وبينتقل ان شاء الله من مرحله لمرحله احسن، وبتزيد معلوماته وخبرته ان شاء الله، لانه فيها مختلف الحرف، حرف يعني مو شرط الفسيفساء الزجاجي اللي هو انا، في ناس بيحبوا غير شيء. هي حاضنه تضم كل الحرف السوريه ان شاء الله، هيك صوتك اليوم يصل عبر الاخباريه السوريه لكل حدا اليوم حابب يكون ضمن حاضنه دمار. شكرا ست نجوى لحضورك الجميل اليوم، اضفتي هيك جمال فوق الجمال بصباحنا لليوم. شكرا لوجودكم، هو الفن هو خلق لانه يبث هالطاقه الايجابيه اللي فينا، وحتى نشكرك وهي الطاقة الإيجابية اللي عندك وهالروح اللي عندك والطاقة اللي عم تعطيها للسيدات، وعم تأثبتي أنه أي سيدة قادرة أن تعمل أي شيء حتى بغض النظر عن الحاجة المادية، قادرة أن دائما تواكب وتشتغل ذاتها، وبعدين بيجي المادي فيه طاقة إيجابية لها حتى لو ما كانت بحاجة لمردود خاصة مادي، خاصة نحن بهالوضع هذا اللي نحن فيه بالبلاد إن شاء الله. شكرا كثير لك، نتمنى لك التوفيق الدائم لك ولكل السيدات اللي عم يتدربوا عند حضرتك، بقية نهار حلو لك. شكرا. أهلا وسهلا.